السلام عليكم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أحيي الزملاء في المحاضرة رقم 9، وأرجو إن شاء الله أن البرنامج يشتغل معكم، لأني واجهت مشكلة في الدخول، و يعني ما أدري إلا إذا كان في أحد يلتحق فينا الليلة. فتكلمنا في المحاضرة السابقة عن نوع من أنواع العوامل الثقافية في البيئة الدولية، ألا وهو البعد الاجتماعي والثقافي، ووصلنا إلى الاهتمام يعني بالوقت بشكل عام في المجتمع، مدى اهتمام المجتمع بالوقت. محاضرتنا اليوم اللي هي المحاضرة رقم 21 استكمالا للبيئة الثقافية، نتكلم اليوم عن أنماط الأعمال الدولية. ما هي أنماط الأعمال الدولية؟ طبعا أنماط الأعمال الدولية أو forms of international business هي طرق إقامة الأعمال الدولية ودخول الأسواق الدول الأخرى، متنوعة. هناك استراتيجيات مختلفة للآليات والمخاطرة ومدى الاهتمام بالسوق الدولية. الزملاء كويس إنه قدرتوا تدخلون على لأنه أنا واجهت مشكلة في الدخول في البداية، بسأل إذا الصوت واضح إذا سمحتم. شكرا جزيلا، شكرا. طبعا ما ادري اليوم كان في خلل، فانا اعتذر حقيقه بالنيابه عن الزملاء في التقنيه او في البرامج عن هذا الخلل الفني، لكن ما دام انه بدينا ان شاء الله فالامور يعني الموقع معلق. اوكي، انا واجهت حقيقه انا تقريبا ساعه كامله احاول ادخل على المحاضرة. طيب، فنتكلم إن شاء الله اليوم عن أنماط الأعمال الدولية اللي هي forms of international business. طبعا أنا وصلني أو راجعت الأسئلة اللي كانت وضعها الزملاء أو أحد الزميلات إنه يسألوا هل الكلمات اللي باللغة الإنجليزية المفروض إن إحنا نحفظها؟ لا، ما هو مطلوب منكم في اللغة الإنجليزية. أنا لما أتكلم يعني على أساس تسمعون الكلمة، قد تسمعونها من إذاعة أو من أخبار أو من مكان معين، فتكون يعني طبيعية بالنسبة لكم. أنماط الأعمال الدولية هي طرق إقامة الأعمال الدولية ودخول الأسواق. كيف الشركة تدخل السوق؟ أو كيف قرارها الاستراتيجي بحيث أنها تدخل سوق معين؟ طبعا هناك استراتيجيات مختلفة، مختلفة الآليات ومدى يعني استعداد الشركة، مدى الجذب الاستثماري في السوق الدولي. طبعا مقسمة إلى مجموعتين. المجموعة الأولى هي استراتيجيات الدخول للأسواق اللي هي market entry strategies. المجموعة الثانية هي استراتيجيات الاستثمار. فالأولى انه انت تدخل سوق بس ما هو بتقلك، قد تكون برأس اموال او بتصدير منتجات، ولكن انت لست متواجد في البلد المضيف. استراتيجية الاستثمار انت تتملك ولك قرار اداري ولك قرار استثماري في هذا البلد، ولكن لما ننظر الى شركة تستخدم مثلا واحدة من استراتيجيات الدخول فهو لا يعطيها صلاحية بأنها تتحكم أو تؤثر في القرار التجاري مثلا أو الإداري في الشركة الدولية في البلد المضيف. طبعا استراتيجيات الدخول للأسواق أنواع. طبعا احنا قلنا في استراتيجيات استثمار واستراتيجيات دخول الأسواق.
النوع الأول استراتيجية التزود العالمي Global Sourcing أو التجهيز العالمي. طبعا التزود من اسمها أنت تحتاج مواد أوكي، وتحتاج لهذه المواد في إنتاجك، في صناعات متقدمة، في بيع المستند المنتج تبعك، فتحتاج إلى التزود العالمي. قد يكون عن طريق الاستيراد، قد يكون عن طريق إنه شخص أو شركة مثلا أو دولة تقدم لك خدمة معينة أو تقوم بالعمل نيابة عنك. طبعا أنت تعرفون اللي هو التعاقد من الباطن في الشركات، مر عليكم هذا، مر عليكم التعاقد من الباطن اللي هي outsourcing أو التزويد الخارجي، التزود الخارجي مر. أوكي طيب، هو باختصار الشركة ما عندها وقت أو ما عندها معرفة في إدارة سواء نشاط معين أو عمليات معينة، فتسلمها لشركة خارجية. ففرض يكون عندها المبيعات، ما عندها قسم مبيعات أو إدارة مبيعات، فتسلمها لشركة أخرى يسوونهم مثلا تعاقد من الباطن outsourcing مثلا أو استراتيجية تزود خارجي. طبعا ينطبق على التزود العالمي، ما ينطبق على التزود المحلي. فتحتاج الشركة إلى مزودين خدمة أو مزودين صناعة أو مزودين معرفة، يعني ما هي في غنى عن. طبعا أغلبكم أو كلكم في هذه المرحلة درستوا اقتصاد، اقتصاد الكلي والجزئي، فتعلمون أن الدول لا تستطيع أنه دولة واحدة تصنع كل ما تحتاجه، هي تحتاج للدول الأخرى. أوكي؟ شكرا للأستاذة فاطمة. أوكي؟ فتحتاج للدول الأخرى، تحتاج إلى أنه ليش؟ لأنه في نقص، وما في دولة تقدر تنتج الصناعات الصناعية مثلا الميكانيكية البترولية. طبعا إحنا إيش نتميز فيه في المملكة؟ البترول. في دول أخرى قد تتميز بالأدوية، فنحتاج الأدوية في مقابل البترول، ولكن إحنا ما نبيع مثلا البترول مقابل الأدوية، وإنما نبيع البترول إلى السوق الدولي ومن ثم نحصل على المستلزمات الأخرى. هذا هو المقصود بأنه إحنا نتزود من العالم، على أساس لما يقول لك global sourcing أنت تحتاج العالم. ما في دولة تستطيع بنظرية الاقتصاد أنها تنتج كل ما تحتاجه. طبعا فهي الاستفادة من التقسيم العالمي للتزود بالمواد الأولية والمنتجات والخدمات وشرائها. إيش تتميز فيه الهند؟ سؤال للزملاء والزميلات. إيش يميز الهند؟ تزود فيه العالم. إيش الهند مشهورة فيه؟ في يعني هي تتميز بأنها هي سورسينج ولا مزود للعالم. ممتاز، التوابل، الإلكترونيات، الخدمات، أوكي، الأنسجة الآن قادمة في الأدوية، أوكي، التقنية. هم يعني هم يسمون IT اللي هي Information Technology، يعني من باب المزاح يسمون IT اللي هي Information Technology India Tomorrow. India is developing، يعني هي متطورة، التقنية عندهم متطورة وفي تطور مستمر، فلذلك هي تقدم خدمات التقنية، تقدم خدمات. وبنجي الآن كيف هي حصلت على التقنية في الأساس، بنجي إن شاء الله في نهاية المحاضرة أو قبل نهاية المحاضرة إنه كيف الهند حصلت على التقنية. فلذلك استراتيجية التزود واحدة من الاستراتيجيات. ثم نأتي إلى استراتيجية التصدير والاستيراد. أوكي، معناته استراتيجية التصدير والاستيراد هل هي استثمار أو دخول الأسواق؟ دخول 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 دخول. ممتاز، شكرا لكم.
نبي نفرق. الشركة إذا راح تفتق لها معناته استثمار، فتحت فرع، نقلت أموال، لكن وهي موجودة في البلد الأم وأرسلت منتجاتها، هذا لا يعتبر استثمار مباشر أو سياسة استثمار، وإنما دخول الأسرة. يعطيكم العافية. فلذلك استراتيجية التصدير سواء هي صدرت منتجات البلد الأم أو البلد الأصلي إلى بلدان العالم، أو هي استوردت لمنتجاتها من العالم، وهذه طبعا يعني استراتيجية متاحة للجميع، لأنك أنت سواء تصدر أو تستورد من أجل إنتاجك أو تصدر منتجاتك. طبعا التصدير بس ما هو موجود حاليا، اللي هو فيه عندنا تصدير نوعين من التصدير، تصدير مباشر تصدير غير مباشر. المباشر هي خطوة لاحقة للغير مباشر. غير مباشر أنك تستخدم شخص يصدر عنك، تسلم بضاعتك وهو يصدر بضاعتك للخارج. لكن بالنسبة للمباشر لا، أنت تكون عندك المعرفة والقدرة أنك تصدر منتجاتك للعالم. هذا الفرق بين التصدير المباشر وغير المباشر. ثم نأتي إلى استراتيجية الترخيص والامتياز. إيش معنى الترخيص؟ إيش يقصد أو ما هو المقصود بالترخيص؟ في أحد مر علينا هذا المصطلح؟ السماح، ممتاز. السماح، أوكي. من اللغة لا يعني فرنش ريم، لا الفرنشايز غير الترخيص. الترخيص أنت عندك منتج معين، براءة اختراع، اسم تجاري، وترخص للآخرين للإنتاج. ففرضا كانت سوني، تسمعون سوني، سوني شركة سوني، هي ترخص لتايوان، هي شركة يابانية، ترخص للشركات في تايوان من أجل تصنيع منتجاتها، فتعطيهم ترخيص فيصنعون منتجات ثانية من الأجهزة والتقنيات. هذا بالنسبة للترخيص. طيب الامتياز، ما هو الامتياز؟ يعني ما في، احنا ما لا نبحث عن الصح والخطأ، احنا نبحث عن المحاولات. لما تسمع الامتياز ايش معناته؟ يعني قد تكون توكيل. الوكالة أقرب لها الترخيص، الوكالة أقرب لها الترخيص. الترخيص والفرنشايز مثلا أو الامتياز هي قريبة من بعض، ولكن الامتياز أنت تبيع العلامة التجارية، فماكدونالدز أو كنتاكي أو سبوي تبيع العلامة التجارية للأشخاص. طبعا الالتزام الامتياز التجاري اكثر من الترخيص. الترخيص انت تبيع العلامه التجاريه مثلا او الاسم التجاري عفوا او الاختراع الى جهه اخرى، ولكن لست مسؤول عن تقديم الدعم لهم او الاداره وما الى ذلك. في الامتياز يختلف الموضوع، انت تحصل على رسوم مقابل الدعم أيضا. طيب ليش الامتياز ملزم بالدعم؟ ليش يدعم وليش يدرب الشركات اللي هي تأخذ من الامتياز؟ يعني زي ماكدونالدز هي تدرب الموظفين السعوديين في شركة ماكدونالدز مثلا السعودية. طيب ليش ملزمة؟ ممتاز، يحافظ على اسمه وسمعته. البراند نيم هذا غالي، الاسم العلامة التجارية غالية جدا، فيحتاج أن يحافظ عليها، فيدفع للناس ويلتزم في تدريبهم حتى لا يتضرر مثلا. لأنه الآن إحنا لما يصير مشكلة على ماكدونالدز، إحنا حلوم المستثمر السعودي ولا اللوم ماكدونالدز؟ حيصير اللوم على ماكدونالدز، على الشركة الأم الأمريكية. أوكي؟ فلذلك هي ملتزمة بالدعم بحل المشاكل، يعني فماك ملتزمة. نأتي إلى، طبعا عرفنا الفرق بين الامتياز والترخيص، نأتي إلى استراتيجيات الاستثمار اللي هي
الدخول بالثقل سواء بالأسهم أو بالمصانع أو بالشركات نفسها. طبعا هي لها أنواع، طبعا الدخول الأسواق هي أقل مخاطرة. أحد يقول لي ليش أقل مخاطرة؟ أقل مخاطرة من الاستثمار المباشر مثلا، أو الاستثمار استراتيجية الاستثمار مباشرة وغير ممتاز. طيب برضو التصدير ممكن يخسر، أوكي. طبعا في شيء مهم اللي هو عملية الاستثمار في رأس مال، ممتاز. شكرا يا هنا. الاستثمار التجاري في رأس مال، أنت تنقل هذا الرأس المال من الدولة الأم إلى دولة أخرى. طبعا لما تنقل أنت تتوقع أن هذه الدولة المضيفة ستحمي رأس المال وستساعدك على الاستثمار، فيكون في مخاطرة عالية. شكرا أستاذ مايكا. فيكون فيه مخاطرة عالية، هذه المخاطرة يعني هي تقرر بناء على هالشركة يا دخول الأسواق أو استثمار أو سياسة استراتيجية استثمار. فمن الاستثمار مثلا المتنوع فيه مشاريع مشتركة يسمونها جوينت فينشر. طبعا الجوينت فينشر هو استثمار مباشر على أساس ملكية مشتركة، شركة سعودية وشركة ألمانية. لنفترض الشركة السعودية مثلا اللي هي هيرفي، شركة هيرفي مثلا، ولا يعني شركة المراعي، حتى اشترك أو استراتيجية اشتراك مثلا مشاريع مشتركة مع شركة هولندية في الألبان أو في الحليب، هذا يسمونه جوينت فينشر. طبعا الشركة المراعي والشركة الهولندية يخرجون شركة مستقلة لا تحمل اسم المراعي ولا الشركة الهولندية، هذا بالنسبة للجوينت فينشر. أوكي، نأتي إلى الفروع المستقلة للشركات اللي هي سبسيدري أو سبسيدريز، اللي هي فرع الشركة زي المراعي تفتح فرع لها في أمريكا، يكون هذا الفرع مستقل ونسخة أصلية من المراعي ولكن في أمريكا. هل تتوقعون هل الفروع هذه تنجح ولا تخسر ولا إيش عاب عليها مثلا؟ إنه المراعي مثلا تسوي منها نسخة في أمريكا، لنفترض مثلا في كاليفورنيا، تنجح، ممتاز، يعني ممكن تنجح. ما بتكون نفس الجودة، أوكي ممتاز. ليش طيب أستاذ أماني ما تكون بنفس الجودة؟ إيش المشكلة؟ بعيدا عن رقابة الشركة الأم، الأمر الآخر هي في بيئة ثقافية جديدة تختلف عن البيئة الثقافية السعودية، تختلف عن البيئة السياسية السعودية، تختلف عن البيئة التجارية، العمالة، الأنظمة. فلذلك لما شركة المراعي تحاول أنها هي جاية بمعرفة أو بخبرة شركة المراعي فتنقلها هناك سبسيدري أو شركة فرع مستقل، هي تأتي بنسخة أصلية من شركة المراعي، فتواجه مشاكل، تواجه مشاكل في التأقلم، في التكيف، لأنه هي لا زالت يعني أنظمتها مثلا أنظمة سعودية في تقييم الموارد البشرية في العقود وما إلى ذلك. فلذلك الفروع المستقلة تحتاج أنها تكون في بلدان قريبة ثقافيا أو سياسيا أو اجتماعيا من البلدان المصدرة أو البلدان الأم، من أجل أنه ما يصير فيه فرق كبير جدا وتحتاج الشركة أن تغير في سياساتها.
طبعا في طبعا بيئة المال والأعمال الدولية هي عرفت عنها المشاكل. اليوم احنا حنتكلم عن المشاكل من عدة أوجه، سواء المشاكل اللي تواجهها الدولة المستضيفة أو المضيفة، الدولة الأم أو الشركة نفسها الدولية. فكلها ثلاثة أطراف. طبعا احنا ليش قلنا ثلاثة أطراف؟ لأنه في دولة أم اللي هي أرسلت الشركة الدولية، وفي دولة استقبلت الشركة الدولية هي مضيفة. الثلاثة أطراف كل واحد منهم يواجه مشاكل. هل نقول في واحد منهم هو دائما الصح؟ لا، يعني غير يعني متوفر إنه نقول في واحد صح. ليش؟ لأنه بيئة العمل تختلف، الشركات تختلف، والغرض من الاستثمار العالمي أو الدولي الأرباح. فإذا كانت هناك مشاكل فكل طرف من هذه المشاكل يحاول أن يحمي أرباحه. نأتي للإشكالات والتحديات الأخلاقية في الأعمال الدولية اللي هي Ethical Challenges for Business International، اختلاف وجهات النظر بين الأعمال الدولية والدول المضيفة. يعني الإشكالات الأخلاقية للإثيكال أو إثيكس إيشوز، اختلاف وجهات النظر بين الأعمال الدولية والدول المضيفة. طبعا الدول المضيفة والشركة القادمة يتوقعون الاثنين هم الطرفين فوائد مشتركة. ايش تتوقعون من هذه الفوائد؟ ما هي هذه الفوائد يعني بين الدولة المضيفة وبين ممتاز؟ يعني الدولة المضيفة هي تكسب ضرائب من الدولة، من الشركة الدولية، هي تفرض عليها ضرائب وهي تسدد الضرائب. طبعا هناك تلاعب، الحسابات الدولية في حاجة يسمونها tax haven، أو بعض الشركات يعني تضع استثماراتها في دول مضيفة مثلا، لكنها تغسل أو تجدد التاكس أو الضرائب لها في بلدان أخرى، فتخسر الشركة الدولة المضيفة لهم، ما تقدر تأخذ عليهم مثلا ضرائب. تقول إحنا عندنا خسائر، إحنا عندنا التزامات، ما عندنا سيولة، لأنها تغسل أولا بأول أعمالها التجارية، فما الدولة المضيفة ما تقدر أنها تحصل منها ضرائب. فالدولة المضيفة هي تتوقع أن تحصل على ضرائب. أيضا الدولة المضيفة تتوقع أن توفر هذه الشركة فرص تساعد العاملين في إنقاص مثلا حجم البطالة. في كثير من الدول هي تعاني من البطالة، واحدة من الاستقطاب الشركات أو الاستثمارات الدولية اللي منتشر الأيدي العاملة. فإذا جاءت شركة وهي ما شغلت الأيدي العاملة، سواء هي تستخدم تكنولوجيا متطورة أو هي تستخدم عمالة من البلد الأم، أو هي تستخدم نوع من الإنتاج ما يحتاج إلى يعني أيدي عاملة كثيرة، فنجد أن الدولة المضيفة تخسر. أيضا الدولة المضيفة تتوقع أنه يكون مثلا هي استقطبت شركة سيارات لصناعة السيارات، فتتوقع أنها تنشئ صناعات جديدة، لأنه السيارات تحتاج إلى إطارات، تحتاج إلى تقنية، تحتاج إلى إكسسوارات. فهذه المصانع الجديدة اللي متخصصة في السيارات فعليا هي تحتاج إلى مصانع أخرى، فالشركة الدولية ملزمة أنها تخلق صناعات جديدة اللي هي يسمونها supportive industries أو صناعات مساندة. الأمر الآخر اللي هي تطوير الموارد المحلية واستخدامها. يعني الدولة المضيفة هي ترجو أنك أنت مثلا تستخدم الأراضي، تزرعها مثلا، يعني تعمل طرق، تعمل مثلا المناجم من أجل المواد الأولية لك، فتحتاج أنك تستخدم الموارد المحلية. فإذا الشركة ما استخدمت الموارد المحلية، الدولة تحس أنها مظلومة، تحس أنها يعني ما استفادت من هذا الاستثمار الدولي. طبعا هناك العديد من الانتقادات طبعا من قبل الدول المضيفة الموجهة للأعمال الدولية. طبعا
الآن نأتي إلى الدولة اللي هي المضيفة اللي استقبلت الشركة الدولية. طبعا في شيء مهم يا أخوان وأخوات، الأعمال الدولية ما هي واضحة، فمتى توضح؟ لما يبدأ العمل. الشركة تطلع خارج الدولة الأم، فلما تخرج تأتي للدولة المستضيفة وتبدأ أعمالها. الحساب في نهاية السنة أو في نهاية أكثر من سنة هو يوضح هل الدولة استفادت من الشركة الاستثمار الأجنبي ولا ما استفادت. إذا كانت استفادت وارتفع عندها مثلا الميزان التجاري مقابل مثلا ما قدمت لهذه الشركة، فهي تقول إحنا الاستثمار في صالحنا. لكن إذا كان الاستثمار مكلف، فالدولة المضيفة تحاول أن تخرج هذه الاستثمارات الدولية. فلذلك هناك شكاوي من الدول المضيفة. من هذه الشكاوي اللي هي الشكاوي من استنزاف الموارد بشكل كبير، الدولة المضيفة تتوقع أنه مواردها تكون موجودة، مثلا الزراعية، الموارد التقنية المهمة مثلا للدولة، الأيدي العاملة المهمة، فنجد أن الشركة تستنزفها يعني تمتصها وتسبب مشكلة بالنسبة للدولة. في المقابل الدولة لا تستحصل على أرباح من الشركة. في بعض الشركات ذكية جدا تهرب الأرباح أو تشتري فيها استثمارات في بلدان أخرى أو ترسلها للبلد الأم، فلذلك ما تستفيد منها الدولة المضيفة. أيضا التدخل في الشؤون الداخلية للدولة المضيفة. إحنا قلنا إنه الشركات المالتي ناشونال كوربوريشن أو الشركات العالمية عندها ميزة مهمة جدا، إنها كبيرة، عندها القدرة في التأثير. فأعطيتكم مثال سابق إنه في شركات في سيراليون، دولة سيراليون، تحضر مجلس الوزراء لأنها عندها القوة، شركات بترول أو تنقيب عن المعادن تعدين، فتحضر في مجلس الوزراء في هذه الدول وتؤثر على القرار السيادي أو السياسي أو القانوني. ليش؟ إذا كان ما هو في صالحها ليش تحضر هي مجلس الوزراء؟ على أساس أنه تقدر تؤثر على القرار، فما تحترم القوانين، ما تحترم السياسات لهذه الدول. أيضا طبعا واحدة من الأمثلة، لو فرض مثلا ضريبة على الشركات الأجنبية في هذه الدول في سيراليون مثلا، واحدة من الاستراتيجية اللي الشركة اللي هي عضو في أو تحضر حاضرة في المجالس السياسية أنها ترفض هذا القرار أو تحاول أن تحوله إلى شركات أخرى سواء محلية أو تتشارك معها في المحلية، فلذلك هي تتدخل في الشؤون الداخلية للدولة. أيضا عدم تطوير الشركات المحلية. طبعا الدولة المضيفة هي تستقطب الاستثمار الأجنبي لأنه عندها نقص في المعرفة، الشركة ما عندها شركات تقوم بالأعمال، فتتوقع أن الشركة الدولية ستدرب أو ستستثمر أو ستطور الشركات في البلد المضيف. فإذا فشلت فهي الميزان التجاري بالنسبة للدولة ضعيف أو ناقص، زي ما تفضل زميلكم أو زميلتكم اللي هو زميلتكم هنادي، اللي هو عدم احترام القوانين والعادات والتقاليد. هناك كثير من الشركات تنتهك الثقافات، تنتهك القوانين، سواء بإعلاناتها سواء بمنتجاتها وما إلى ذلك. فلذلك تشتكي الدول المضيفة من هذه الشركات. أيضا استقطاب الكفاءات المهمة المحلية العمل فيها. طبعا الشركة الدولية هي عندها الاستطاعة في الدفع الرواتب في التطوير، هي شركة جاذبة للأيدي العاملة، فتجد أن الكفاءات حتى اللي مهمة للدولة تنسحب من أماكن الدولة ومفاصلها المهمة وتهرب، حاجة يسمونها البرين درين، استنشاف أو
المخ او المعرفه للبلد المضيف. هذه الشركات قادره انها تعطي رواتب عاليه فتسحب الخبرات من الدول. لا تنقل التكنولوجيا المتقدمه. هذا معناته ان الشركه الدوليه تستثمر فعليا ولكن ما تقدم للدول المضيفه هي تقنيات ضعيفه لا تستفيد منها الدوله المضيفه. طبعا احنا تكلمنا عن الشركه، تكلمنا عن الدوله المضيفه، انا اتكلم عن الدوله الام اللي هي المرسله. شكاويها ايش تقول مثلا؟ طبعا لما اي شركه دوليه تخرج باستثماراتها الى الخارج تشتكي الدولة الأم اللي هي أم هذه الشركة اللي خرجت منها بأنها فقدت وظائف. فرضا لو أرامكو فرضا يعني خرجت من السعودية، إيش الأشياء اللي بتخسرها المملكة العربية السعودية إذا حبت أنها تستثمر في بلد يكون الأيدي العاملة رخيصة فيه؟ ممتاز، الوظائف، الأيدي العاملة. شكرا. يعني الوظائف السعودية مثلا أو الأيدي العاملة المحلية يعني هنخسرها. الخبرات، هنخسر الخبرات، هنخسر مثلا المعرفة، هنخسر مثلا التطوير وما إلى ذلك. فلذلك نقل الوظائف إلى دول أخرى، سحب جزء من رؤوس الأموال إلى أماكن أجنبية. طبعا البلد المضيف من أجل أن يستقبل الشركة العالمية لابد أن يكون يحصل على نسبة معينة من الأرباح أو من الأصول. يعني بعض الدول من أجل أن تستقطب استثمارات دولية لابد أن يكون في يعني حد أدنى ملايين أحيانا أو مئات الملايين بحيث أنه يسمح لك أنك تستثمر. هذه المئات من الملايين توضع في خزانة الدولة المضيفة كاستثمارات فتفقدها الدولة الأم. ايضا فقدان بعض الاسرار التكنولوجيه في حاجه يسمونها سبويل او الانفورميشن تكنولوجي سبويل اللي هي اندثار المعلومات. الشركه الدوليه لما تخرج للسوق الدولي هي تخرج معلوماتها والمعرفه فبعض هذه المعلومات تتسرب ولما تتسرب الى دوله خطر لأنه قد تستخدم هذه المعلومات في صناعة أسلحة، في صناعة أدوية، في صناعة استراتيجيات وما إلى ذلك فتتفوق على الدول الأم. هذا خوف الدول الأم من هذه الاستراتيجيات. أيضا تعريف سمعة الدولة الأم للمخاطر. كيف؟ الشركة اللي تخرج من الدولة الأم هي تابعة للدولة الأم، فإذا صار عليها قضية في منظمة التجارة العالمية، في البنك الدولي، غسيل أموال، يعني أي قضية دولية ستكون الدولة المرسلة طرف فيها والأم. فلذلك قد تتعرض سمعة الدولة لمخاطر بهذا الخصوص. طبعا نأتي إلى ما هي الشكاوى مثل تحفظات الشركة على الدولة المضيفة. قد تشتكي الشركة على الدولة المضيفة بأن هناك قيود على نقل الأرباح للخارج. فبعض الدول ما تقول مثلا على شروطها أو تقول على إفصاح على جميع الشروط مثلا التجارية. فتأتي مثلا الشركة إلى الدولة وتستثمر سنوات. لما تجي تخرج أرباحها مثلا أو نقل بعض رؤوس أموالها أو تبيع بعض منشآتها تلقى أنه في قيود من الدولة. تلقى أحيانا أسعار مبالغ فيها للمواد المحلية. تقول مثلا ما تقدر تستورد ولا بد تشتري محلي والمحلي غالي. وهم يستثمرون في بيع المنتج المحلي لأنه الشركات الدولية عندها قدرة مالية فتستغل الشركات المالية في هذا الشأن. الإجراءات العمل الاستغلالية من أي إجراءات مثلا الرشاوي، الفساد، يعني الإجراءات اللي هي الجمارك لما تجي يعني تبي تصدر تبي تستورد وما إلى ذلك تكون تستخدم أعمال استغلالية استنزافية لهذه الشركات الدولية. أيضا قيود على صرف العملة أو التحويل الخارجي.
الفشل في الالتزام بالعقود والاتفاقيات الموقعة. فلذلك في كثير من الأشياء تواجه الشركة مثلا قيود الصرف، يعني تقول لهم والله ما تشترون إلا بالدولار أو التحويل بسعر معين، أنت ملزم بسياسة الدولة فلا بد أنك تلتزم بقوانينها. أيضا الفشل في الالتزام بالعقود والاتفاقيات الموقعة، احنا عرفنا أن اليونان وقبرص في فترات معينة فشلت أنها تدفع الديون اللي عليها لأوروبا أو لشركات أو المستثمرين بسبب مشاكل سياسية، فساد سياسي، فساد حكومي، فساد تجاري وما إلى ذلك. طبعا الإشكاليات الأخلاقية الفساد الإداري بشكل عام، يعني رشاوي، استغلال العاملين، يعني الشركة نفسها توظف بأسعار مخفضة. يعني بعض الشركات القوية جدا لما تدخل أسواق قد تستخدم مهاجرين غير قانونيين من أجل أنهم أرخص من العمالة المحلية، فما تستفيد الدول المضيفة في توظيف أبنائها، وتجد أن هذه الشركة الدولية هي مأمن للهاربين من العدالة أو من يعني الإجراءات النظامية. تشغيل الأحداث هذا حول العالم أو الأطفال، الاستنزاف البيئي والتلوث، ولذلك أتت مثلا اتفاقيات مثلا الجي 20 اللي هو عضو فيها المملكة العربية السعودية، جروب 20 أو مجموعة العشرين، التلوث للبيئة، الآيزو مثلا، حجمة الآيزو مثلا اللي هي 14,000، من أجل أنه إلزام هذه الشركات. طبعا الشركات الطيران ما في كثير من الشركات تدخل المجال الجوي الأوروبي، ليش؟ لأنه في التزامات معيارية أو قانونية أو نظامية خاصة بالبيئة لأوروبا بسبب الكربون مثلا، التلوث البيئي، فيقول لك الطيران اللي ما يلتزم بهذه ما يمر فوق الأجواء الأوروبية كلها. نأتي إلى الممارسات الإدارية في ظل الثقافات المختلفة، كيف تختلف هذه الممارسات؟ طبعا لكل بيئة أعمال ممارسات مختلفة، لكل مدير يأتي بثقافته. فالمدير الأمريكي لما يجي عندنا هنا هو يدربنا على ثقافته، هو يستخدم الثقافة الأمريكية ونحن نتعلم. الشركة لما تروح السعودية للصين هي تنقل ثقافة أيضا صينية، أو تبادل مثلا الثقافة السعودية بالثقافة الصينية، فهناك يعني تبادل في هذه الممارسات الإدارية والثقافية. نأتي للعناصر التي تأثر بهذه الثقافات، ما هي العناصر؟ احنا قلنا انه في أنشطة للإدارة بشكل عام، التخطيط والرقابة والتنظيم والقيادة، وهذه الأنشطة هي مؤثرة وتتأثر. فمثلا التخطيط، شركة سعودية تبغى تروح مثلا لأوروبا، تخطيطها هيختلف كليا عن الإقليم العربي أو الشرق الأوسط، ليش؟ لأنه هناك التزامات معيارية في التخطيط. يعني أوروبا يعني تلزم بعض الشركات أنه يكون عندها خطة إلى 10 سنوات جاهزة وعارفين إيش حتسوي الشركة، فلما يكون عندها مثلا استثمارات لابد أن تأخذ الموافقات قبل 10 سنوات. ليش؟ على أساس إحنا تكلمنا عن البيئة، يعني في واحدة من الالتزامات للمصانع إذا بتفتح مصنع في أوروبا أو في أمريكا يقول لك إذا كانت مساحة المصنع 1000 متر لابد أن يكون تزرع حول المصنع هذا 7000 متر زراعة، مناطق زراعية وغابات من أجل تخفيف التلوث. فهناك التزامات بالنسبة للتخطيط سنوية يعني أو مدى سنوات طويلة. أيضا الرقابة تختلف، الرقابة مثلا المحاسبية في أمريكا تختلف عن في أوروبا، عن ما يعني يحصل عندنا في المجتمعات العربية. التنظيم لكل شخص مثلا طريقة في التنظيم، القيادة نقول إنه في يعني
القيادة الديمقراطية تكثر مثلا في أوروبا، الاستبدادية مثلا أو الارستقراطية مثلا تكثر مثلا في العربية مثلا أو في الدول اللي هي تعتمد على العمل وليس الجانب الإنساني. ثم ظهر مفهوم المنظمة المتعلمة عالميا، يشبهون المنظمة بالشخص اللي هو يستثمر ثم يحصل على المعرفة ثم ينتقل إلى بيئة أخرى ثم يحصل على معرفة أخرى ثم يقوي نفسه بحيث أن يكون عالمي ومتعلم. طبعا في بعض المنظمات حول العالم الآن أكثر تعلما من بعض الدول لأنها استثمرت في أنفسها. ونأتي إلى نهاية محاضرتنا اليوم، وآسف أن يعني طولت عليكم، ولكن يعني نأتي إلى المراجعات اللي هي الأسئلة المراجعة. طيب، ما هو الترخيص بشكل عام؟ ماذا نقصد بالترخيص؟ أو الفرق بينه وبين الامتياز؟ الترخيص ما يدعم صحيح برسوم. أوكي. إذن الترخيص هو مثلا اتفاقية تقوم بموجبها مثلا الشركة بيع حقوقها مثلا أو بيع منتجاتها لشركة أخرى، يعني تعطي الصلاحية لشركة أخرى بأنها تبيع منتجاتها أو حقوقها الفكرية. طيب الامتياز يدعم، إيش يتعلق الامتياز؟ يتعلق بإيش؟ تبيع ماذا الشركة؟ العلامة التجارية، أوكي؟ العلامة التجارية للشركة في ماكدونالدز مثلاً. ممتاز، بكم الآخر. طيب، طيب من أساليب وطرق الدخول للأسواق الدولية الاتفاقيات التعاقدية، وهي ارتباطات مثلا هل هي متوسطة أو قصيرة أو بين المتوسطة والقصيرة ولا طويلة؟ ممتاز، شكرا يا هنا. طويلة. يعني احنا قلنا انه اي عمل يكون متقطع او مرة واحدة مثلا هذا لا يعتبر استثمار او سياسة دخول الاسواق. يعني هي يعني ما يميز التجارة الدولية او الاعمال الدولية والاستثمار الدولي بانه طويل المدى او طويل الامد، لذلك لابد ان يكون طويل وطويل جدا. يعني في بعض الدول أنا أعطيتكم أمثلة لبعض اللي هي استثمارات يابانية في أستراليا مثلا على مدى 50 سنة، أوكي، فتكون يعني طويلة جدا و يعني ما هي قصيرة. طيب، ما هي استراتيجية المشاريع المشتركة؟ ماذا نقصد بالمشاريع المشتركة؟ ممتاز. طيب هي أكثر مخاطرة ولا التصدير؟ هي أقل مخاطرة اللي هي مشتركة من التصدير. ما فهمت، يعني ايش اللي اقل مخاطرة، التصدير ولا المشاريع المشتركة؟ اكثر مخاطرة. ممتاز يا نجيب.
أكثر مخاطر اللي هي مشاريع مشتركة. ليش؟ لأنك أنت تنقل رؤوس أموال إلى دولة أجنبية، لكن التصدير أنت تصدر موادك، ولذلك أنت تحافظ على رؤوس أموالك موجودة في الدولة الأم، وإنما تصدر المواد لك إلى دولة أخرى يعني. فما في عندك مخاطرة يعني، إذا راحت المخاطرة أكثر ما في يكون منتجاتك ما ترجع مثلا أو ما يجيك أرباح. لكن بالنسبة لاستثمار المشاريع المشتركة أو الفروع المستقلة أو استثمار مباشر، مخاطرته تقوم أنه ممكن تضيع هذه الأموال. فأتمنى لكم التوفيق إن شاء الله، ومساءكم سعيد، ونلتقي إن شاء الله وأنتم بصحة وسلامة الأسبوع هذا إن شاء الله.